لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، في الخطبة الماضية تحدثت عن الاستقلالين اللذين تعيشهما أمتنا، وهو استقلالنا من المستعمر الفرنسي، وذكر أيضا استقلالنا وإعلان دولتنا الإسلامية الأولى في المدينة المنورة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخلاصة كانت هي أن مناسبة ذكرى الاستقلال تدعونا إلى أن نفكر فيما صنعه الأحفاد بما جاهد من أجله الأجداد. عندما نتأمل الواقع الذي نعيشه الآن ونرى أحفاد هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم وضحوا بدمائهم وضحوا بشبابهم وضحوا بأسرهم وبأموالهم وبكل ما يملكون، نرى أن الهدف الأساس كان هو أن تحتفظ الأمة على دينها، أن تحتفظ الأمة على شريعتها، أن تعيش الأمة الإسلامية وفق ما ارتضته من قرون من معيشة على الشريعة الإسلامية. لكننا في هذه الأيام نرى أن هؤلاء الأحفاد أو بعض الأحفاد على الأصح قد فرطوا في إرث الأجداد، وصرت تسمع كلاما من هنا وهناك كله عبارة عن تضليل، تضليل للشباب خاصة. والله عندما تفكر لهؤلاء الشباب الذين يتلقون معلوماتهم من الإعلام الموجود في أيامنا هذه، والذي يطغى عليه تيار يجري أو يسير تماما ضد التيار الذي ارتضته الأمة بمجموعها، الأمة في مجموعها كلما أتيحت لها الفرصة من أجل أن تعبر فإنها تعبر عن قبولها بهذا الإسلام وعن تعلقها بهذا الإسلام وعن أن حياتها مع الشريعة الإسلامية دون غيرها، وأنها تتصور أنها بالإسلام يمكن أن ترتقي وبدون الإسلام لارتقاء. كلما أتيحت الفرصة في كل بلاد المسلمين دون استثناء فإن النسبة تتجاوز 80% على ما قدرته بعض الجهات الغربية نفسها من الناس الذين يحبون الشريعة ويتعلقون بالشريعة. لكن الذي يلاحظ الآن
في الإعلام خاصة أن هنالك إقصاء ممنهجا واضحا لكل ما له علاقة بالشريعة ولكل ما له علاقة بالدين، بل العكس هو الموجود. هنالك من يطعن في الشريعة ومن يلمز من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم الاثنين الماضي في ذكرى عيد الاستقلال، في نفس اليوم في يوم الاثنين تقلب القنوات، ماذا تجد؟ تجد شريطا في إحدى القنوات عما يتعلق بالاستقلال. قلت جيد، فإذا به من الإشهار يتضح أنه يراد منه أن يبين شيئا آخر. هنالك نكهة غرامية، هل هؤلاء المجاهدون الذين كانوا يضحون بأنفسهم وأموالهم وبكل ما يملكون ندخل عليهم هذا ونقحمه إقحاما؟ فقلت ما هكذا تعالج الأمور؟ ما من أجل الغرام كان يجاهد المجاهدون من أجدادنا، إنما كانوا يجاهدون وأمامهم الجنة، كانوا يجاهدون من أجل طرد المستعمر المحتل. وللأسف هذا التزوير الذي يقوم به ما يسمى بأهل الفن أو من يسمون بأهل الفن شوه التاريخ الإسلامي كله وليس تاريخنا فقط. وتعرفون كيف صوروا سليمان القانوني والذي كان قائدا إسلاميا كبيرا تعرفه أوروبا جيدا، لكن هؤلاء العلمانيين حرصوا على أن يروه للناس على أنه إنسان صاحب نزوات وشهوات. وكيف صوروا هارون الرشيد؟ وكيف صوروا خلفاء بني أمية وبني العباس؟ وكيف صوروا كل القادة والزعماء يحيدون عن السبيل التي كانوا عليها إلى سبيل أخرى هي سبيل المجون والخمرة والنساء؟ ثم تقلب إلى قناة أخرى فماذا تجد؟ تجد إقصاء ممنهجا للدين أيضا. فهنالك مناولة لقضايا الخصومات بين الأسر والمصالحة بين الناس، لكن هنالك حرص شديد على أن لا يحضر الدين وأن لا يحضر الموقف الشرعي، مع أن الموقف الشرعي هنا هذا تخصصه وهذا ميدانه في الإصلاح بين الناس وفي الإصلاح بين العائلات. ثم الداهية الكبرى في القناة الأخرى والتي عقدت برنامجا وتتحدث فيه دون حرج عما يتعلق بالعنصرية، لكن يلاحظ أيضا أنه يراد أن يقصى الدين وتقصى الشريعة من معالجة هذه القضايا. ويا ليتهم تحدثوا بغض النظر عن الدين. المصيبة عندما يضيف في هذه البرامج بعض من يعرفون باتجاهاتهم المعادية للدين والمعادية للشريعة والذين يتهمون الشريعة مباشرة في قضية العنصرية. عندما نتحدث عن العنصرية، لو أتيحت الفرصة للمسلم أو للباحث المسلم أو العالم أو الفقيه أو المتحدث من منطلق الشرعية الشريعة الإسلامية، فإن الشريعة الإسلامية لها كلام كبير جدا في قضية العنصرية. لكن بدل أن يضيفوا من يتحدث بهذا المنطق، فإنهم أغفلوا كل القرآن الكريم والسنة المطهرة وما تحدث عنه في معالجة العنصرية من أجل أن يلمز الإسلام بأنه يكرس العنصرية. قال قائلهم إن مقررات التربية الإسلامية فيها شيء مما يكرس العنصرية عندما يطرح فيها بأن الإسلام هو الدين الصحيح وبأن الديانات الأخرى محرفة. هذا كلام قيل على فضائية من فضائياتنا ويخاطب جمهور المغاربة المسلمين، فكيف عندما يتلقف الشباب هذا الكلام وهذا المنطق؟ إلى أي مدى يكون هذا الكلام صحيحا؟ المقررات الدراسية ليست هي التي فيها أن الإسلام هو الصحيح وأن الديانات الأخرى محرفة. إذا كانت لك الشجاعة فقلها مباشرة، القرآن الكريم هو الذي يقول إن الإسلام هو الصحيح وإن الديانات الأخرى محرفة. لكنه بدل أن يطعن القرآن مباشرة يطعن في المقررات الدراسية. وبالمناسبة هنالك حملة منظمة في الأيام الأخيرة هذا يتحدث
عن الشريعة، وهذا يتحدث عن مادة التربية الإسلامية كلها. كتب أحدهم: ما حاجة الأطفال والشباب إلى التربية الإسلامية؟ ما الذي تريد أن تخرج من هؤلاء الناس؟ ماذا تريد من شباب الأمة أن يتحصل عليه عندما لا يدرس التربية الإسلامية؟ شبابنا يدرسون نتفا من التربية الإسلامية، شيئا يسيرا، ومع ذلك نلحظ ما وصلنا إليه من فساد ومن انحرافات أخلاقية ومن انحرافات سلوكية ومن فساد طغى في المجتمع، بينما هنالك من يدعو إلى إلغاء التربية الإسلامية تماما. ثم عندما يتحدث هؤلاء بهذا المنطق، هل الإسلام وحده هو الذي قال إنه هو الدين الصحيح؟ التاريخ يثبت هذا، أن القرآن ما يزال محتفظا به كما نزل من عند الله، امتثالا لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى تعهد بحفظه، فلا أحد يقول غير ذلك. حتى الباحثون الغربيون النزيهون يقولون إن النص القرآني المتداول بين الناس اليوم هو الذي كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الكتب السماوية الأخرى التي للأسف بعد أن غسل الأوروبيون أنفسهم أيديهم منها، يأتي من أولاد المسلمين من يدافع عنها ويقول: لماذا تقولون إنها محرفة؟ القرآن قال إنها محرفة. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ثم قاله الباحثون أيضا من النصارى أنفسهم من الأوروبيين، تحدثوا عن خطوات ومراحل كتابة التوراة بعد موسى عليه السلام. ألا تجدون في التوراة كلمة عن دفن موسى؟ ومات موسى ودفن بمؤاب ولم يعرف بعده أحد مثله. هذه كلمات كتبت في التوراة، هل يعقل أن يتحدث موسى عن نفسه ومتى دفن وأين دفن وأنه لم يأتي بعده أحد مثله؟ التوراة نفسها الآن شاهدة على أنها لم تعد كما نزلت من عند الله. نحن نؤمن بالتوراة كما نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، ونؤمن بالإنجيل كما نزل على عيسى عليه السلام، لكنه وقع فيهما تحريف وتزوير بشهادة التوراة نفسها. فكيف يأتي من يتحدث عن العنصرية ويتحدث عن أن الإسلام فيه عنصرية لأنه يذكر حقائق تاريخية؟ هذه حقائق تاريخية. ثم عندما نفتخر بأن الدين عند الله الإسلام، هذه آية قرآنية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلن يقبل منه لماذا؟ لأن الإسلام هو النسخة الحقيقية الأخيرة التي نزلت من عند الله، والله عز وجل وصف القرآن بأنه مهيمن، ومهيمنا عليه أي مهيمن على ما سبق من الكتب السابقة، ليس ملغيا لها أبدا، وإنما يعترف بما بقي فيها من حقائق ويوضح ما شابها من أخطاء. وفي سورة النساء: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور أي محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لماذا إذن؟ لماذا هذه الحرب الشعواء على الإسلام وعلى الشريعة الإسلامية؟ ومن القنوات التي يمولها المسلمون المغاربة من أموالهم وجيوبهم، وتخاطبهم بما يعادي ما يؤمنون به، وتترك الناس في يوم الاستقلال يشعرون بالإهانة ويشعرون بالحزن الشديد ويشعرون بالمذلة بعدما اطمأنوا قبل 60 سنة إلى طرد المستعمر، لكن ما زال من يخدم أهدافه ويخدم منطلقاته. الحرب الحقيقية للعنصرية، إذا أردنا أن نتحدث عن العنصرية الحقيقية، ليس بالشعارات، ليس بالكلام. يتحدثون عن العنصرية بسبب اللون، اللون الأسود أو الأبيض، لكن ما شاهدنا أحدا معهم في الحوار على غير ألوانهم، ما شاهدنا هذا.
أي حوار فقط، يتحدثون عن العنصرية في اللون. هل رأيتم من غير لون معين من يقدم نشرة أخبار أو يقدم برامج؟ يتحدثون عن العنصرية بالدين، لكن في نفس هذه الحوارات يقصون المتدينين. عجيب، يتحدثون عن الإقصاء بسبب الدين لكنهم يمارسون الإقصاء، فلا يتحدث معهم أحد، إنما يجتمعون جميعا غالبا من اتجاه واحد من أجل أن لا يوضحوا أن للشريعة عطاء. نتحدث عن العنصرية بسبب اللباس أيضا، لكن ما معنى أن تحرم المرأة عندما ترتدي حجابها من أن تقدم نشرة الأخبار؟ هل شاهدتم محجبة تقدم نشرة الأخبار في معظم البلاد الإسلامية إلى حد يوم الناس هذا؟ في معظمها هل تشاهدون واحدة من هؤلاء؟ هل معنى ذلك أن كل من ساروا إلى الإعلام من المتبرجات؟ هذا ربما قد تجده في قناة غربية أحيانا، لكن في بلاد المسلمين حتى لو كانت المرأة مقدمة أخبار وكانت متبرجة فإنها تقدم، لكن بمجرد أن تغطي رأسها فإنها تدفع إلى الأرشيف وترفع من كرسي تقديم الأخبار. أليس هذا عنصرية؟ أليس هذا مظهرا من مظاهر العنصرية؟ لكن لا يدافع عليه أحد. إن أفضل من دافع عن المساواة ودافع عن التسامح ضد العنصرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يجادل في ذلك أحد، لا ينبغي أن يجادل في ذلك أحد. تحدثوا عن العنصرية في الزواج، لكن من هؤلاء المتحدثين يستطيع أن يعطي النموذج من نفسه ويتزوج من غير ما يراه من اتجاهه؟ من يستطيع؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ومن درس حياتها وتاريخها يعرف كيف كانت سودة بنت زمعة رضوان الله عليها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها من أجل أن يلغي تلك العصبية العنصرية المقيتة، لأنه هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. وهو الذي جاء بقرآن في آياته الكريمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التكريم عندنا في الإسلام ليس بسبب اللون ولا بسبب العرق ولا بسبب اللغة ولا بسبب أي شيء، وإنما التكريم عندنا في الإسلام بسبب الإسلام، بسبب التقوى، بسبب العطاء. بقدر ما ينفع المسلم أمته يرتفع منصبه. كان الحسن البصري عليه رحمة الله كان معروفا بأنه من الموالي، وكان لونه معروفا وحالته الاجتماعية معروفا، فدخل الوالي إلى البصرة فسئل عنه، أو سأل عن هذا الرجل، قال: كيف سادكم هذا الشخص؟ الناس كانت عندهم بقايا من الجاهلية القديمة، فهذا الوالي استغرب كيف أن الحسن البصري مع أنه كان من قوم معينين ومن لون معين ومن قبيلة معينة وحالة اجتماعية معينة، لكنه ساد في قومه. فقيل له: إنه استغنى عن دنيا الناس واحتاج الناس إلى علمه. العلم عندنا هو الذي يسود به الناس. الدين: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ليس الرجل عندنا هو من يفتخر، كما قال الشاعر قديما: لئن فخرت بآباء ذوي حسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. هكذا، بهذا نفخر نحن المسلمين، لا نفخر بنسب ولا حسب فقط، وإنما نفخر بما نحققه من إنجازات، وما نحققه من معارف، وما نحققه من علم، وما نحققه من نفع للبشرية. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صفر عند الله، وسلمان من فارس ولكنه في أعلى عليين عند الله، وبلال من الحبشة وعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم
رافعا لنداء الإسلام أمام الملأ. ولذلك قريش لم يعجبها الأمر عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أمر بلالا أن يرتقي الكعبة المشرفة فوق الكعبة وأن يؤذن، فاستبشعت قريش هذا المنظر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن هذا الإسلام يكرم الإنسان ولا قيمة عنده للألوان، بل هي من آيات الله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وفي قراءة للعالمين، هذه آية من آيات الله، لكن أن تكون سببا للتمييز فهذا لا يجوز في شرعنا نحن المسلمين أبدا. والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، التكريم من الله عز وجل لبني آدم أولا، ثم يأتي التكريم الثاني بحسب التقوى، إن أكرمكم، لاحظوا الأسلوب هنالك، قال ولقد كرمنا، أي التكريم شامل لكل البشر، لكن أكثرهم عند الله منزلة هم المتقون. إن أكرمكم، أكرم اسم تفضيل، أي أكثركم كرامة وأجلكم وأعزكم عند الله عز وجل منزلة هم المتقون. لماذا إذن نغيب هذه الشريعة؟ لماذا نغيب المنطق الشرعي؟ وكانوا يتحدثون عن إخواننا الأفارقة الذين يأتون من جنوب الصحراء، مع أنهم إخواننا في الإسلام، والشواهد عندنا كثيرة جدا على تكريم هؤلاء وعلى أن الإسلام لا يميز بين الناس بألوانهم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا الحبشية بعد الهجرة إلى أسرة كريمة من أسر الأنصار، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بأن اللون سبب في عدم التزويج، فبعث ببلال وأخيه إلى أسرة من الأنصار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثنا إليكم من أجل تزويجنا. والأدباء يروون خطبة شهيرة لبلال وأخيه حيث بدأ بحمد الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كذا، إلى أن قال إن تزوجونا فالحمد لله وإن تمنعونا، خطبة معروفة في الأدب العربي حول زواج بلال وأخيه من الأنصار، وفعلا زوجوا بلالا وأخاه ونجح الزواج. والموطأ أيضا في موطأ الإمام مالك يروي قصة زواج لامرأة وقع لها أن تأيمت، فقدت الزوج وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني، أي بمن تنصحني منهما، هذان رجلان من أشراف قريش، من أهل مكة، من أشراف قريش، من منهما أتزوج؟ لكنهما معا لم يكونا في مستوى يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة، يعني لم يكونا الأفضل، وإلا فهما صحابيان جليلان رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال لها عليه السلام أما أبو الجهم فلا يضع عصاه على عاتقه، قالوا إما أنه يكثر السفر وإما أنه يضرب النساء، يعني لا يصلح لك، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أي صعلوك ليس بمعنى قدحي، صعلوك بمعنى فقير لا يملك شيئا. ثم وجهها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أنكحي أسامة، وأسامة بن زيد معروف نسبه وحسبه، هو ابن زيد الذي كان عبدا أسود عند خديجة رضوان الله تعالى عليها، وبعد ذلك صار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيره بين أن يذهب إلى أهله أو أن يبقى في مع النبي عليه السلام، فاختار أن يبقى معه. ثم ولده أسامة ابن زيد رضي الله عنه، ومع ذلك قال لها تزوجي أسامة، أي أسامة الأسود الأفطس رضي الله عنه وأرضاه أفضل عند رسول الله من معاوية بن أبي سفيان وأبي الجهم في قضية الزواج. قالت أم شريك، اسم المرأة أم شريك، قالت فتزوجته وسررت به، أو كما قالت أي سعدت معه وعاشت معه حياة طيبة جدا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج قضية العنصرية، وكان كلما سمع كلمة في اتجاه عنصري يغضب صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي جاء بالمساواة الحقيقية ليست الشعار،
ليست الشعار. أوروبا نفسها الآن شعار المساواة عندها يرفع، ولكن في الممارسة لا يصل المسلم إلى أن يكون مثل المسيح في أوروبا، في الواقع لا يمكن، لا يصل. ولا تصل المحجبة إلى حقها في الدراسة، ناهيك عن أن تتوظف أو تشتغل فقط لأنها مسلمة أرادت أن تعيش بالإسلام. بينما في الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على دينه، ولم يفرض على أحد أن يعتنق الإسلام. مات ودرعه مرهونة عند يهودي كان جارا له، كان جارا له، ولم يفرض عليه أن يسلم. وأمتنا الإسلامية عاشت قرونا مديدة، واليهود والنصارى يعيشون بين أظهرنا، والقرآن الكريم يتحدث عن الحكم بينهم، فقال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إذا أرادوا حكمك فلك أن تحكم بينهم، وإذا أرادوا أن يحكموا بشريعتهم فلهم ذلك. هل تركنا الأوروبيون الآن نحكم بشريعتنا في أوروبا؟ إنهم يضيقون على الناس حتى في شعائر العيد، حتى في يوم العيد أن يسمح للمسلم بأن يؤدي صلاة العيد وأن يعطى عطلة في يوم العيد. نحن ما شاء الله أسخياء متسامحون أكثر من اللزوم، نحتفل معهم في عيد ميلاد المسيح عليه السلام، نحتفل معهم ونعطي للأطفال عطلة وللشباب، بينما هم لا يمكن أو لم يعطوا للمسلمين عطلة في عيد الفطر ولا عيد الأضحى، وما زالوا يناقشون الأمر. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وقد بدرت منه كلمة، وقد كان مغضبا، كانت بينه وبين بلال رضي الله عنه كان بينهما حوار، ويبدو أن الصوت قد ارتفع وأنهما وصلا إلى مرحلة من الشتائم، فعيره بابن السوداء، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. أي هذا المنطق غير مقبول عندنا في الإسلام، لا نعير الناس بألوانهم ولا بأنسابهم ولا بأصولهم، لا يجوز. بل إن القرآن الكريم أيها الإخوة يحكي لنا عن قصتي زواج مع فارق في النسب والحسب والمكانة وهذه الأشياء. عندما يأتي موسى عليه السلام من مصر وهو المعروف من بني إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويذهب هاربا بجلده بعد أن حكم عليه الطغاة في مصر من ذلك الزمان، حكموا عليه بالإعدام، فخرج طريدا، خرج منها أي من مصر خائفا يترقب، فوصل إلى بلاد العرب إلى مدين، وهنالك وجد الضيافة ووجد الإكرام، ووجد كما في الروايات شعيبا عليه السلام، كما في بعض التفاسير أنه شعيب، القرآن سماه شيخ كبير، قال شيخ كبير، ولكن في بعض التفاسير أنه شعيب عليه السلام، فزوجه ابنته، وهو الذي يعرف أنه طريد ومحكوم بالإعدام وخارج من بلده ولا يملك دينارا ولا درهما، وليس عربيا. موسى عليه السلام لم يكن عربيا، لكن ما كان الأنبياء يفكرون بهذا المنطق العنصري، بمنطق أن هذا من قبيلة فلان وهذا من قبيلة فلان، أن هذا عربي وهذا غير عربي، ما كان عندنا هذا الأمر. نحن في ثقافتنا وفي تراثنا نقرأ للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وسيبويه وكل هؤلاء، وكلهم ليسوا عربا، لكن ليس عندنا عقدة في أن هذا عربي أو هذا غير عربي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والقصة الثانية التي ذكرت في الزواج في القرآن الكريم قصة زيد بن حارثة أبو أسامة. أسامة تزوج من أم شريك، وأبوه زيد أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده مخطط أن يلغي هذه العصبيات والعنصريات، فوجه زينب رضي الله عنها بأن تتزوج من سيدنا زيد بن حارثة، وإن كان الزواج في نهايته لم ينجح ووقع الطلاق بينهما، ولكن مع ذلك حصل الهدف، نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدفه، وإن كان الزواج وقع فيه الطلاق في النهاية، لكن الهدف حصل، وهو أنه زوج زيدا وهو الذي كان يسمى ابن محمد، وزوجه من زينب رضي الله عنها وهي الشريفة النسيبة الحسيبة، فتزوجها لمدة من الزمان ثم طلقها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إكراما لها، لأنها لم تستطع أن تعيش مع زيد بن حارثة رضي الله عنهما.
المهم أن هنالك جهودا كبيرة بذلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل القضاء على العنصرية، بل إنه الوحيد الذي استطاع بإذن من الله تعالى أن يؤلف بين قلوب الناس، فصاروا جميعا إخوة متحابين في الطاولة الواحدة أو في الجلسة الواحدة. تجد بلالا إلى جوار علي، إلى جوار عمر، إلى جوار أبي بكر، إلى جوار سعد بن عبادة، إلى جوار سلمان الفارسي، إلى جوار صهيب الرومي، كلهم يجلسون في جلسة واحدة ولا يشعر الواحد منهم أنه أفضل من أحد. في محطة أخيرة أحكيها لكم، أحكيها خاصة لكم أيها القراء، للشباب الذين يقرؤون المواقع والذين يقرؤون هذه المقالات المسمومة والذين يتابعون هذه البرامج التي تهدف إلى إقصاء الشريعة وإلى إقصاء التراث الإسلامي من معالجة قضايا الأمة والمجتمع. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على بابه رجلان فاستأذنا معا، فأذن لبلال أولا، وكان الذي معه أبو سفيان. أبو سفيان أسلم أيضا، ولكنه أسلم عام الفتح، وبلال أسلم من أول مرحلة مكة، فلا يمكن أن يستوي. الله تعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم يتفاضلون. فأذن لبلال قبل أبي سفيان، وعندما دخل بلال كأن أبا سفيان أحس بشيء في نفسه، قال أيأذن لبلال وأنا بالباب؟ فرفض عمر رضي الله عنه هذا الموقف وقال نعم، بلال أحق بالدخول منك. هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا، وهكذا عالجنا قضايا العنصرية، وما عاد عندنا الزواج ولا الحياة ولا المعاشرة ولا الصحبة، ما عادت الألوان تؤثر فيها ولا عادت اللغات تؤثر فيها، إنما اليوم للأسف هنالك من يلعب على هذه العصبيات، وهنالك من يريد أن يفرق الأمة من جديد، هذا أبيض وهذا أسود، هذا عربي وهذا أمازيغي، هذا من كذا وهذا من كذا، هذا من قبيلة بني فلان وهذا من قبيلة بني فلان. الإسلام جاء فمحى كل ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما سمع بشيء من هذا الكلام في أصحابه فخرج مغضبا فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أي ما زلت في الحياة وقد عالجت المصيبة التي كانت بينكم والاقتتالات التي كانت تقع بينكم والأحقاد والضغائن وهي التي تسود الآن بين مجتمع المسلمين. انظروا عندما فرطنا في هذا الإرث النبوي، لماذا يقتتل الناس الآن في سوريا؟ يقتل بعضهم بعضا لأن هذا من فلان وهذا من فلان، بينما الإسلام دين واحد، إسلامنا واحد. التشيع بدعة، التشيع بدعة حدثت في المجتمع، وإلا فالإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو لم تتفرق الأمة بهذا التشيع لكانت الأمة واحدة لا يقتل بعضها بعضا. ثم تفرقت الأمة إلى بعد القبائل وبعد عصر الاتجاهات في اللغة والإثنيات، تفرقت إلى أحزاب وجماعات وحركات، فصار بعضها يكيد لبعض وبعضها يحقد على بعض، ثم عندما تتاح الفرصة فإن بعضها يقتل البعض كما يقع في بعض البلاد الإسلامية. لذلك الحل إذن وعلى يقين نقوله هو بأن نعود إلى كتاب الله، وأن نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وحدتنا وجمعتنا في قوله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، الحاجة ماسة إذن إلى أن نعود إلى ما يجمع لا إلى ما يفرق، وأن نترك ما يمزق
وأن نلتفت ونلتف حول ما يوحد، ما يوحدنا نحن الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، أكثر بكثير جدا مما يفرقها. ولا بد أن يكون لي حديث حول ما يتعلق بقضية أخرى تتعرض لهجمة شرسة أيضا، وهي قضية اللغة العربية وما يدعى إليه الآن من التدريج أو من هذه التفاهات والسخافات التي نسمعها. لا بد من وقفة أخرى من أجل بيان أن هذه اللغة العربية لا يدافع عنها الناس لأنها لغة عرق ولا لأنها لغة فلان، وإنما اللغة لغة الإسلام، اللغة لغة القرآن، اللغة لغة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون بإذن الله تعالى موضوع حول هذه القضية حتى يتبين الحق منها من الباطل، وحتى نكون على بينة من أمرنا، سواء كنا في الصف الذي يدافع عن هذه اللغة الكريمة أو كان البعض من الصف الآخر الذي يعاديها، وهو بذلك لا يعادي إلا ما تربط به وهو كتاب الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل الختم أذكر بأنه يزورنا اليوم أيضا إخوة لنا بنوا مسجدا أو لهم مسجد قديم لكنهم يريدون تجديده، وهذا شيء مهم أيضا. ألفنا أن نتحدث عن المساجد التي تبنى حديثا، لكن هنالك مساجد بنيت من 20 و30 و40 سنة لكنها لم تعد في ذلك الرونق الذي يشد الشباب إلى بيوت الله. الشباب والأطفال والرجال والنساء عندما يجدون المسجد كهذا، فيه إضاءة جيدة وفيه صباغة جيدة وفيه بناء جيد، فإنهم يجدون راحتهم في الجلوس إلى الخطبة وإلى الدرس، ويصلون التراويح ويقرؤون ويتعلمون. لكن عندما تصير المساجد في حالة رثة، في حالة وسخة، يجد فيها الناس الروائح الكريهة، بل بعض المساجد قد تجد فيها الحشرات أحيانا، فهذا لا يسر. لذلك إخوان لنا في مسجد أبي عبيدة بن الجراح وهو بحي السلام ترقع وانت السراق، هؤلاء أيضا يريدون أن يجددوا مسجدهم، لا يحتاجون إلى كثير مال، ولكنهم يريدون ويصرون على أن يجددوا المسجد من أجل أن يروه في أحسن حلة، ومن أجل أن يجدوا فيه راحتهم، وأن يعبدوا الله عز وجل فيه وأنفسهم مرتاحة مطمئنة. زارونا في هذا المسجد من أجل أن نساعدهم، فمن وفقه الله تعالى وأنفق، أسأل الله تعالى أن يخلف للمنفقين ما أنفقوا، أسأل الله تعالى أن يبارك للجميع في أموالهم وفيما أنفق به عليهم، حتى يساعدوا إخوانهم هؤلاء من أجل أن يجددوا مسجدهم ومن أجل أن يجدوا فيه راحتهم. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. سيقف هؤلاء الإخوة عند الأبواب بعد نهاية الصلاة لمن أراد أن يساعدهم. وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد فوجد أحد الصحابة قد جاء بمصباح تقليدي قديم، لكنه لم يكن معروفا في المدينة، شاهده في بلاد الشمال، فجاء به وجاء بمثله يعني ووضعه في المسجد من أجل الإضاءة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نور الله من نور مسجدنا. فنحن أيضا نقول: نور الله وطهر الله من أعان هؤلاء على تطهير مسجدهم وعلى تزيينه وتجميله حتى يكون في المستوى الأفضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم رد بأمتنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بأمتنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بالضالين من المسلمين إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رد بنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والعزيمة على الرشد، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهل الحق في كل بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم نسألك أن تحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين،
اللهم احقن دماءهم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع صف المسلمين على كتابك، اللهم اجمع صف المسلمين على سنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. أرنا اللهم عجائب قدرتك في الظلم والظالمين، وفي الطغاة والطاغين، وفي كل المستكبرين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم أد الدين عن المدينين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.